الآن نروح على 9-1 adjective closes. راح نتكلم هنا عن أدوات الربط أو الضمائر الوصل ال relative pronouns, ضمائر الوصل أو ضمائر الربط اللي هنا الهو والويتش ولا بلا بلا ولا أخره. أول أداة راح نتكلم عنها وهي الهو. الهو refers only to people. هذا نوع ملاحظة مهمة. إذن الهو تشير إلى الناس, إلى الناس العاقلين, الشخص العاقل. The man is a police officer. He lives next door. He lives next door. طيب. The man who lives next door is a police officer. طبعاً يعني الآن هاي الجملة الثانية هاي هي إضافية, يعني نقدر حتى نقدر نحذفها. يعني الرجل هو ضابط شرطة. حلو. أني هي ليش سموها أدوات الربط؟ أدوات الوصل, توصل, تربط. إذا لاحظ إحنا هاي العبارة هنا, طبعا يعني هنا أكو شغلة مهمة. إحنا لازم نعرف المعلومة الرئيسية والمعلومة الإضافية. من أقول The man is a police officer, الكلمة الرئيسية أن الرجل هو ضابط شرطة. He lives next door. عبارة he lives next door راح أخليها وراء The man who lives next door, وراها is a police officer راح أخليها بالأخير, راح أخليها بالأخير. فإذا عبارة who lives next door حتى نقدر نحذفها. الرجل هو هذا الرجل هو ضابط شرطة. يعني كل شيء هاي إضافية وهاي رئيسية. طيب هاي بالنسبة للهو راح نحتاج هاي المعلومة كلش مهمة. ناخذ الأداة الثانية اللي هي whom, is objective form of who refers only to people. عندنا الهوم أيضا تستخدم للعاقل, ولكن الهوم دائما يجي وراها فاعل. أما الهو فما يجي وراها فاعل. The man who lives, إذن الفاعل يجي قبل الهو. الفاعل يجيني قبل الهو. The man who هذا العاقل. هاي بالهو. أما بالهوم وراها يجي الفاعل. He is a police officer whom I respect very much. إذن الآي جتني ورا الهوم. إذن ورا الهوم يجيني فاعل, يجيني اسم ورا الهوم. هذا لنا أداتي. عندنا الوتش. طبعا الوجه تشير الى شيء جماد, اي شيء غير عاقل. مثلا عندنا هلا last week someone hit its dog, the dog was only كذا puppy. Last week someone hit its dog, which was only puppy. اذا حذفنا هذا الدوغ وخلينا بداله which, خلينا بداله which. عندنا الذات ايضا, الذات خلينا نكتب ملاحظة عن الذات. تستخدم الذات, نكتب ملاحظة عن الذات. تستخدم الذات للتعبير عن أو مع, عفوا مع, استخدم الذات مع العاقل وغير العاقل, وعند استخدامها يجب ألا نستخدم أي فوارز. إذن عند استخدام الذات ما راح نستخدم أي فارزة.
that refers to people, animal. ومن نستخدمها ما نستخدم أي فارزة. The police officer that the officers blah 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 blah. حتى هاي ذات اي. بينما اذا نرجع للجمل اللي قبلهن الوتش قبلها فارزه، اغلبهن جو وراهن فارزه، بس الذات ما نستخدم وياها فارزه. طيب نستخدم نجي على الاداه هوز، نكتب عليها ملاحظه. تستخدم الهوز للربط بين جملتين، ويمكن معرفة هذه الأداة. تستخدم الهوز للربط بين جملتين، ويمكن معرفة هذه الأداة من وجود تملك، ويمكن معرفة هذه الأداة من خلال وجود تملك، ويمكن معرفة هذه الأداة من خلال وجود تملك. شون يعني؟ طبعا دائما اذا اريد نكتشف الحل نروح للجملة الثانية، من نقول his، من لقينا his اذا هذه تملك، اذا راح نستخدم الاداة هوز. وهذا اغلب شيء تجينا بالاختيارات، يعني خصوصا بحيث ان الهوز وراها دائما تلقى، ما تلقى فاعل، تلقى اسم كوت، الكوت اللي هو نفس الكوت هذا كوت، يعني دائما نلقى وراها فشي اسم مو فاعل. مثلا هوز لاف، الحب اسم، يعني ورا الهوز دائما نلقى اسم. ملاحظة جدا مهمة، ورا الهوز دائما نلقى اسم. هوز روف، سقف، يعني ما تلقى اي شيء اخر، تلقى اسم دائما. طيب اما الوان، الوان بسيطة تجي على الوقت، ذيك وين هي واضحة وضوح الشمس. This time of the year there are good كذا، طالما عندي راح اخلي الوين بالنص واكمل الى اخر، راح اكمل الى اخر. اما الوير فهي للمكان، انا عندي ميوزك ستور راح اقول وير وانزل الحل مثل ما هو الوير. يعني موضوع بسيط جدا، الواي للريزن اذا كان عندي سبب. مثلا عندي my friend did not tell me the reason he quit his job، ما قال لي السبب لأنه ليش ترك الوظيفة، راح أخلي بيناتهم why لأنها reason. وهذا الموضوع بالذات يجيني دائما اختيارات، دائما يجيني اختيارات. قبل شوي ذكرنا الهو، هسه هاي عندنا أمثلة. أنا عندي هنا الهو، هذا الحل صحيح لأن مستخدم لي فاعل وراه، أما هذا غلط. شوف الهو وين حاطها غلط، احنا ذكرنا ان الهو يصير ورا الفاعل. مثلا هي lives in a area of كذا that a famous، انا ايش قايل؟ in a area that is a famous sky resort كذا. هنا هي lives in the area that is famous، والتي هي كذا، وهي التي هي مشهورة، والتي هي دائما تكون مشهورة. دائما المعلومة المهمة نخليها بالأخير، المعلومة المهمة دائما نخليها بالأخير. That is famous كذا. مثلا هنا I am waiting for the sky in the red who will be the teacher، الذي سوف يكون مدرسا، إذا سوف يكون مدرسي، who will be my teacher، الذي سيكون مدرسا. إذن المعلومة المهمة في الغالب تصير بالجزء الثاني، المعلومة المهمة تصير دائما في الجزء الثاني. يعني موضوع ان شاء الله مو صعب وبسيط، وعندي ملزمة ايضا على هذا الموضوع. خلينا نراجع ان هذه الادوات اللي اخذناها بهاي الملزمة، راح نراجع الادوات بهاي الملزمة. احنا قلنا عندنا جملة رئيسية main clause، وعندنا subordinated clause. subordinated clause قلنا اللي هي الاضافية، والmain clause الشيء المهم، يعني اللي هو الشيء المهم هذا حسيت ذكرنا. هسه راح ناخذ امثلة
نشوف طبعا هاي بنطيك مستعرض لك الادوات كلهن وكذا، بس هذا الحكي ما يفيدك. راح نبدا اول اداه. اول اداه قايل لك الهو، ركز مو لحظه كلش مهمه، قايل لك الهو معناها بالعربي كذا كذا كذا، تستخدم بدال الهي والشي والذي يعني العاقل people. ونطيك القاعده مالتها، فاعل وهو وراها فعل، قايل لك ورا الهو قايل لك فعل. مثلا سمير is a player، سمير هو لاعب. he scored the winning goal، وسجل هدف الفوز. طيب قايل لك سمير is the player who scored، حذفنا الهي وخلينا هو بداله، خلينا هو بداله، كملنا الحد مثل ما هو. اذا لاحظ قبل الهو شنو عندي؟ الفاعل اللي هو player، قبل شويه قلته، قبل شويه قلته player هو اللاعب الذي، نفس الحالة يعني ما عنده أي شيء جديد. نجي على الوتش، قبل شوية ذكرنا الوتش قلنا تجمع شيء غير عاقل جماد. نجي هنا I have read the letter علي send it for me، من أشوف الات هنا الات طبعا راح طبعا عندي letter هنا الرسالة، يقول the letter which علي send. إذا لاحظ بأن letter جماد قبل الأداة، هاي مو الوتش الأداة، هاي الأداة قبلها جماد لتر، بينما هنا player اللاعب قبل الأداة. شوف إذا قبل الأداة كلش مهم، قبل الأداة وبعد الأداة جدا مهم، لازم نركز عليه، لازم نركز عليه. مثلا this is the dog I hate meat last night، this is the dog which I ate meat last night، have you seen the book. مثلا خلينا ناخذ مثال اخر شوي اوضح، the music which، هذا music حاطين وياها الوجه جماد، حاطين وياها الوجه. والله بعد ايش عندنا اي اداه؟ عندنا الهوز، الهوز قال لك نستخدمها بالتملك. مثلا this man his car was stolen yesterday. This is the man whose car was stolen yesterday. هذا الرجل الذي سرقت سيارته البارح. إذا إيش سوينا؟ حذفنا الهز وخلينا الهوز، وقلنا ورا الهوز دائما يجينا شفت شيء بيتملك، car سيارة love وإلى آخره. شوف شوف the window is woman whose husband is dead. إذا الهوز وراها ملك، هوز تيتشر، سيتي هوز ملكية، دائما تجي وياها ملكية. والله بعد شعدنا أي أداة هالشوية حبيت أسوي مراجع الوير عن المكان. مثلا هذا سيتي، إن أشوف السيتي مكررة راح أقول وير، وير I was born. طيب إذا ما عندك سيتي مكررة، مثلا قال لي I like my city I was born in، بس قال لي هيك I like the city، أنا أحب مدينتي I was born in، التي ولدت بها. بعض الأحيان يحط الاسم مرتين، أنا إيش راح أسوي؟ راح أحذفه وأخلي الوير بدال، بس I like the city where I was born. إذن إذا كانت الأداة اللي مكرر نحذفه، إذا ما مكرر راح نحطه. شوف خلينا نشوف، خلينا نشوف عبارة أخرى، this is the village where my friend أحمد lives. هنا الفيلج ما مكررة، أنا قبل حطيت الوير. هنا place where، building where، يعني كل شيء. إذا جاب لي جملتين وقال لي اربطهن أباوع، هل عندي الأداة الكلمة مكررة مرتين أحذفها وأحطها بدالها، ما مكررة أنا أضيف الأداة. على شنو أضيف الأداة؟ على الكلمة اللي عندي، هل هي عاقل، هل هي جماد، هل هي تملك، هل هي وقت، هل هي مكان زمان. هسه راح ناخذ الوقت، the remember day I remember the day، قايل لك بعدين قايل لك the day I met her for the first time. طالما مكرر الدي راح احذف الدي واحط بداله وين، لوين هي راح تعوض عنه، وانزل الجمله مثل ما هي. هسه مثلا هنا the spring is the season، الربيع هو الفصل، when the flowers bloom. شوف اذا هذا احنا ضفناها من عد. الله بعد شعدنا ذكرنا الواي هي الدلالة على الريزن. I know the main reason why is unhappy، أنا أعرف السبب الرئيسي لماذا هو غير سعيد.
يعني تستخدم للسبب ونربطها بين جملتين. من يكون عندي سبب، مثلا يجيب لي بالامتحان I know the main reason، يسكت. بعدين يجيب لك الجملة الثانية He is unhappy، أنا أعرف السبب الرئيسي ولماذا هو غير هذا، مو وقت ولا زمان ولا مكان. طيب، ولا ننسى الذات أيضا تستخدم، ولكن من استخدم الذات ما نحط فوارز، يعني ماكو عندك فوارز. إذا لقيت فارزة شيل الذات، بس تلقى فارزة شيل الذات، شيل الذات. طبعا التمرين الأول مو مهم، التمرين الثاني يقول اربط بالأدوات، يعني أتوقع الموضوع بسيط إن شاء الله ما راح يواجه بيه مشكلة. الآن طالما عندي الاسم مكرر راح أحذفه وراح أستخدم بدال هوز. الاسم من ألقاه مكرر أحذفه. بس هنا فاميليز وفاميليز راح أحذفه وخلي بداله هوز. هوز هوم كذا كذا، هاي كلها تنحذف. ليش؟ لأن مكرر. The families قبل شوية موجود. هذا One house is the most destroyed، مكرر عندي ما مكرر، راح أحط الهوز بالنص. يعني ما أتوقع الموضوع بتلك الصعوبة أبدا، إن شاء الله ما نواجه صعوبة. هذا التمرين صراحة أنا ما أحب أحله، صراحة هذا التمرين ما أحب أحله، أريد الطالب يحله ويخطأ بي، والحلول كلها موجودة عندي والملف كامل، أقدر هسه نعرض الحل ونشوفه وخلاص، يلا في أمان الله في أمان الله، بس ما راح نستفاد كل شيء. لازم الواحد هو يقعد يحل. ألف مرة أقول هذا الموضوع إخوان، خلينا نقعد نحل حتى لو ما ظل وقت على الامتحان، مو مشكلة. إذا أنت قارئ كل يوم بيوم ما راح تواجه مشكلة. أنا شرحت الموضوع مرتين، انطيت أمثلة كثيرة جدا، وضحت بما فيه الكفاية، والكلام أعتقد يعني كان جدا وافي. فأنت تقعد هنا تحل هذا التمرين، تشوف نفسك صح أم خطأ. التمرين الثاني عندنا، التمرين الثالث In the group of three discuss how would you complete the sentence. هنا قال لك استخدم لي أداة وكمل لي الجملة، أيضا هذا عليك ما راح أحله. الحل كله موجود عندي، الملف كامل موجود، كل الحلول محللات تحل نموذجي أصلا، وأقدر أعرضه هسه. بس صدق ما راح تستفاد إذا ما أنت تحل بنفسك، إذا ما أنت تتعود على نفسك، تعود نفسك. وأنا دا أحل دا أحط لك جملة جملتين، مثلا I would not live in the place، أنا لا أحب أن أعيش بالمكان where there is no mosques، أنا لا أحب المكان الذي لا يوجد فيه مساجد مثلا. إذا الموضوع هذا خاص بيك أنت، تقدر تكتبه بكيفك. people أكيد راح نعرف التايم ريزن، موضوع بسيط أعتقد، يعني ما راح نواجه فيه مشكلة، مجرد إن إحنا نكتب من عندنا وبعدين نعرض الحل نشوفه هل هو صح أم غلط بعد ما نحل إحنا.